ونحن إذا تذكرنا أن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، لكن هؤلاء المصلين كما جاء في الحديث الآخر الصحيح لا تخلو صلاتهم من نقص إما كما وإما كيفا، إما كما وإما كيفا، إما بأن يضيع شيئا من فرائضها أن يؤديها في أوقاتها، وإما أن يحافظ عليها فيؤديها في أوقاتها ولكن ينقص من كيفيتها، فكلا النقصين لا يخلو منه البشر بعامة، أما الأفراد منهم فيختلفون. إذا كان، وأرجو أن أكون دقيقا في قولي، إذا كان ولم أقل إن كان، إذا كان يوجد في هؤلاء البشر من يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ولا يضيع صلاة من صلواتها مطلقا، فلا يخلو منهم جميعا أن يضيعوا شيئا من صفاتها وكيفياتها. إذا كان الأمر كذلك يأتي هنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. نصفها، وين راح النصف الثاني؟ وراء الزرع، وراء الضرع، وراء التجارة، وراء الهندسة، وراء إلى آخره. وهذا لابد منه لأنه بشر. وربنا عز وجل حينما وصف المؤمنين كان من أول صفاتهم أن قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن منا يستطيع أن يحكم على نفسه اليوم بأنه في صلاته يحصل الأجر كاملا بالمئة مئة؟ لا أحد. من منا يستطيع أن يقول عن نفسه اليوم إنه خاشع في صلاته؟ خاشع صفة لازمة، أما خاشع بمعنى خشعة فهذا لا يخلو إن شاء الله فرد منا أن يخشع في صلاة ما وفي يوم ما، أما أن يكون صفة لازمة له فهو خاشع في صلاته، هذا كما كانوا يقولون قديما أندر من الكبريت الأحمر. فإذا كان هذه طبيعة الإنسان بعامة أن صلاته تكون ناقصة، فبما يستدرك هذا النقص؟ بصلوات نوافل، ولا شك أن هذه الصلوات ستكون كالفرائض أي فيها نقص، لكن ما يكون فيها من كمال يضم إلى النقص الذي حصل في الفرض، ومن هنا يتبين لكم أهمية قوله عليه السلام حينما يقول الملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن المقصود من هذا أخيرا هو أنه يجب على المسلم أن لا يكون دأبه دأب ذلك الأعرابي الذي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. ذلك لأن ذلك الأعرابي أولا كان على الفطرة، وثانيا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. أما نحن اليوم
أليس عندنا مثل هذه الشهادة ليقال فينا كما قيل لذلك الأعرابي أو كما قيل لحاطب ابن بلتعة وما يدريك لعل الله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لسنا نحن هناك، ولذلك علينا أن نهتم على حد تعبير أولئك، وأعوذ بالله من تعبيرهم ولا أقول من أولئك، يجب أن نهتم باللباب والقشور، لأن القشرة لم يشرع عبثا كما أنه لم يخلق عبثا، إنما للمحافظة على اللب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني لسان حاله يقول شغلها. في حديث أستاذ بلشنا سبقك بها عكاشة الحديث.